في إطار محاربة ظاهرة المضاربة والاحتكار، تمكن أمن ولاية البيض من حجز كمية كبيرة من المعقمات الكحولية والقفازات الطبية مخزنة لدى أحد المواطنين الذي كان ينوي تسويقها بأسعار مضخمة مستغلا فترة انتشار وباء كورونا. كما تم حجز حليب أطفال منتهي الصلاحية ومواد أخرى منتهية الصلاحية أيضا لدى المعنيين. تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من حجز مواد تنظيف وتجميل منتهية الصلاحية ومواد شبه صيدلانية. العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى المصالح الأمنية بأمن ولاية البيض. خلال العملية تم حجز كمية هامة من القارورات محلول معقم، وكذا كمية من القارورات المطهر من مادة كحولية، إضافة إلى 2200 علبة من القفازات، إضافة إلى حليب الأطفال منتهي الصلاحية ومواد تجميل وتنظيف منتهية الصلاحية. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة أمام النيابة.